دائما رؤوف بالعباد. الحمد لله. إما سهام شلون؟ الحمد لله بخير. هي حاليا ما مستوعبة الأمر وصايبتها في الحالة يسمونها الصدمة. إحنا بعلم النفس نسميها الصدمة النفسية. أنا إن شاء الله خلال هاي الفترة راح أعالجها وإن شاء الله بمرور الزمنها راح تنسى هذا الموضوع. لا تخافي. إما منير. قوم روح يا زوجتك. هسه أزيد من كل وقت هي محتاجتك. أنا هم يام أدي عيني عليه. روح عمري. يما أنا آسف. آسف على قصرتي بحقك. الله لا يحرمنا منك. حالته زينة. خليته نايم بالغرفة. خليت أمي يما عينها عليه. سهام ما تدرين اللي صار بيا. والله ما تدري اللي صار بيا يوم شفته مسيس على الماي. قبلت أطل عندي والما عندي، قبلت أطل روحي بس يرجع عديه. سهام أرجوك اطلع من هاي الحالة. لأن كانت عندنا الذروة بس ما نشوفها، كنا ملتهين بغير أشياء. هي ثروتنا عديد. سهام أنا محتاج للسهام. لا تسوين بي هيك. أنا بليهجة موتة. أرجوك سام أرجوك. سام نسيت سام. كل شيء تبينه يصير. كل شيء تبينه يصير. بس رجل.
ما اقدر اشوفك هيك. قاعده تاذيني، قاعده تموتيني، قاعده تموتيني سهام، قاعده تموتيني والله موتك. منا اديب ومنا انت، شو اسوي انا؟ ارجوك رجعي سهام، ارجوك رجعي. طلعي من هاي الحاله. سهام. سهام. ارجوك سهام طلعي من هاي الحاله. والسهام طلعي من هاي الحاله موتيني. ارجو السهام طلعي. أنا في هاي المدة كنت أفكر في وايد مسائل. واحد من أثن هذا الحادث أنت وأمي. حساب بعض الحوادث ما نقدر نفرج قدامهم. وأصلاً يتولدن ويانا. إي صحيح. الحياة فيها كثير من هاي الحوادث اللي ما ننتظرها. وأوكات يصيرن حوادث عجيبة وغريبة. يصير عندك إحساس جميل من تطين ورد ماي، صحيح؟ أنا من نفسي تتعب، بس هذا الشيء اللي يريحني. قبل وايد كنت أحب يصيرون عندي خوات وخوان. بس من بعد ما شفت عائلتكم هذا المشاكل خوانك الحقيقة فرحت اللي ما عندي خوان. أنا عندي 4 أخوان. صحيح أننا ست مشاكل بيناتنا، بس واحد كان قفل آخر. آسف ما كان قصدي أزعلك. وعلي انا اتصلت على المحامي راح يجي ويقرا الوصيه الاصليه. محافظ. نعم. برايك الاولاد راح يتقبلون الموضوع؟ اولادي وانا زين اعرفهم. تقربوا واحد للثاني من بعد حادثه صارت الاديب. وردنا الشيء اللي يصير ان شاء الله صار. محافظ خويا. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هو هذا المطلوب. تمام. واللي صار هو هذا اللي ردناه. الله كريم، إن شاء الله خير. إن شاء الله. إن شاء الله خير. روبرتو راح بس 3 أيام هو بإيطاليا. خبرك؟ إيه. شو يقول؟ وايد كان متونس، وايد مستانس طلع لي هنا. على فكرة روبرتو أنا روح ساعدني. أول ما طبيت البلد هناك أخونا غريب ولا أعرف أحد. هو كان الشقل بصفي بنفس العمارة إحنا عايشين. انعرفني أنا مهاجر هناك دش علي، وأول ما فال هو قام بواجبي يجيب لي زاد وهاي يطلع وياي نشتري أشياء اللي يريدهن. نوب بالاغلبيه الايطاليه تعلمتها من عنده. وايد فادني. وايد سوى جميل. شو يقول على الهور؟ استانس. هو من هناك كان قاصد جاي يشوف الهور. معدم البندقيه تشبه صراخيه. تمام. الصراحه هي قال هم عندهم بيوتهم بصل مايو. لا اخو تدري هو هناك قصب ماكو. قال اريد اشوف هذني والله شنو المواقف. راح وشافني وايد استانس، وايد هم تشكر. مايق
ايش قد لحيت علي قلت له تعال نشوفك شيء من العائله، قال ما اريد ما يعني ما يهوى هيك مواقف اللي بكان شلو وما قاعد توقف الانسان. والله شوف سراج، رجعتنا للغريه والبيتنا يعني اعطتنا درس كبير، ان ابونا فقدناه واهتمينا من جديد. ذكرني بهذا المثل يقول القصب ايش ما طال طوله مرجوع على الاصول. على الاصول. الله يرحم ابوي. الله يرحم والدي. ان شاء الله على خير. اتوجهنا ان شاء الله. صارت احداث وايده بس الحمد لله. يقول لك الطقه اللي ما تكت لك تقويك. هي ان شاء الله على خير. ان شاء الله على خير. در سال تولید و اشتغال با همکاری سازمان میراث فرهنگی و بخش خصوصی، هتل بزرگ اهوازیان در اهواز به زودی افتتاح می شود. هتل بزرگ اهوازیان یکی از بزرگترین هتل های جنوب و جنوب غربی کشور است که تحول عظیمی را در منطقه به دنبال دارد. این هتل شامل مجموعه های متنوعی از جمله بازار تجاری، سالن بولینگ و بیلیارد، سالن همایش و اجتماعات، پارکینگ اختصاصی، کافی شاپ، لابی مجلل و شیک، رستوران های سنتی و ایرانی روباز، باشگاه ورزشی و بدنسازی و سیستم اسپا می باشد. هتل بزرگ اهوازیان شامل 400 عدد تخت خواب در انواع اتاق های دو تخته، سه تخته و سویت های یک خوابه و دو خوابه می باشد. این هتل 5 ستاره در راستای رسالت اشتغال زایی موجب اشتغال 250 نفر به صورت مستقیم و 550 نفر به صورت غیر مستقیم می شود و در آستانه بهره برداری می باشد. هتل 5 ستاره بزرگ اهوازیان. اهلا وسهلا زاير مهيوب. قولي محيي. شرفتنا. الله يطول عمرك. مشكور. كل الهلا كل الهلا. اهلا وسهلا زاير مهيوب. مشكور. شو اخبارك اخوي؟ والله الحمد لله قاعد. الحمد لله. الله يطول عمرك. يا اخويا يا زاير مهيوب. نعم. حسب وصية اخوي الله يرحمه ابو حافظ. الله يرحم موتاك. احنا اليوم دعيناك حتى نعلمك ونخبرك بفرد سر. سر؟ نعم. خير ان شاء الله. خير بوجهك خويا زاهر مهيوب. كم يوم قبل ابو حافظ توفى الله يرحمه ارحم والديك. احساب يعلم ما عنده هالقد حياه الدنيا. عادي خبرك بفرد موضوع مهم. كان حمل ثجيل له، كان يخاف انتم ما تبرون الذمه. والله يا اخويا يا زاير مهيوب اريد اقول فرد شي بس. زاير احنا نيتنا كانت خير والله. ابو حافظ همراد تعلمي انت من تطلع من السجن يقول لك بالموضوع، بس اخويا انت وايد طولت بالسجن. لا صح. والله الحقيقه يا زاير مهيوب المسألة وما بيها لا إله إلا الله. يا أبو علي احكي على راحتك، أنا كل شيء أدري صدقني والله العظيم. زاير مهيوب مين خذوك للسجن قبل لا يصير ذاك الحادث لبتك؟ بتك إجت لبيتنا. نعم. وخلت بتها الصغيرة يمي، قالت أقدر أروح للسجن أشوف أبوك. وبعد مين راحت؟ تالي عمت عينا عليها لقوا ينازتها بالشوط. احنا ربينا هاي البيت حبيناها وخلينا اسمها هالة. زاير تدري شنو هي؟
انت يوم اللي انسجنت بنفس الوقت ابو صلاح انسجن بالكويت لان كان داخل تهريب. نعم زاهر احنا ردنا نقول لك بس انت حبسك وايد طول وبحافظ بعد ما قدر يشوفك ويقول لك ما حد شان يصدق انت راح تطلع من السجن. ابو صلاح من رجع من الكويت وطلع من السجن راح انطى عليك رضايا واحتلت المشكله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بس انا من بعد هذا الحادث صدقني الليل ما كنت انام وكذا كنت افكر ببنتي بنتي اللي زوجها انقتل بيد ابوها ومن بعدها حقيقة ما شافت راحة. لا اله الا الله. فوق هذه جابوا لي خبر جنازتها اللي مسيسة بالشط وايد تحملت اثر. يوم اللي جات زارتني بالسجن كل ما اسالها على بنيتها مع الاسف ما كانت تجاوبني بس كانت تبكي ودموعها بعيونها. وانا لما طلعت من السجن افتهمت ان بنيتها عندكم وجزاكم الله خير انتم قمتم بواجبها مرتاحه وانتم كنتم معوضينها عن الحنان الام والاب اللي كانت محرومه منها. انا كل شيء ادري. انا بالسجن كنت بس كان الاخبار يوصلني اول باول الله شاهد بعد. وانت تدري اللي بالسجن ما عنده وسيله اللي يريد يربي له طفله. صحيح. وانا كانوا اكثر الناس اللي بالديره يشوفوني بعين قاتل. لا اله الا الله. اي والله. وانتم كلكم تدرون انا كنت يعني هاي التبقى اللي كانت بيدي كنت انظفها وما ادري بيها يعني فشقى بيها والله شاهد وانتم كلكم تدرون. نعم. وصارت الفشقى وصار اللي مو كون يصير. للاسف. قبل لا يتوفى المرحوم الله يرحمه ابو حافظ اراد مني انا خاطر اقول لك الحقيقه. وهسه بعد انت قرر حجي تريد تقول هالحقيقه تريد ما تقولها بس يا بنتي الله يكرمك يصير خير ان شاء الله وما يصير خاطركم الا طيب. بارك الله فيك يا زاهر مهيوب. مشكور وانا وايد ممنون عندكم. ويا بالخدمه. الله يسلمك. خير ان شاء الله محافظ خير ان شاء الله. بسم الله اخويا بسم الله. اشرب شايك. يما حتى لو صين علي حتى لو طقيني حتى لو صارخين بباي يما عادي حاجيني يما حاجيني أنا ليش أموت أنا يما يما عادي حاجيني يما يما حتى يمشي داخل يما عادي وما تعال تاني تشتاقي ما ما تعالي ما بعد والله ما تجي بالماء ما ما
أصلاً ليش كنا لوح؟ ليش كنا لوح هاي البنية اللي أنا؟ أنت شنو؟ لا هيك أقول ما دول جماعة. ليش يا أبو هذا الوكيل؟ ما بعد يريدون يكفون قضية الورث يريدون يكفونها. شلون يكفونها يما؟ ما بعدهم ما يدرون سالفة الحاسمة شنها. احتمالاً هالليلة يبين بعد القضية شنو تصير. ها على هاي جاي الوكيل. يما؟ أنا أظن. لقيت سالفة حاسمة صدق؟ يما فهمتها كفو بك كاتب الوصية أنا لو ظلم سنتين زمان أدور عليه كان ما طحت لي لا تستعجل يا أبوي جماعة لا تستعجل إن شاء الله الليلة راح تعرفون الجواب وإن شاء الله خير انتهى الوقت وأنتم ما طحتوا بجواب الحاسمة أنا لقيت الجواب كفو وين طحت بالجواب وين طلعت روحي الحاسمة انتم الحاسمة يعني حافظ انور سراج منير وهالة مجموع اول اساميكم يصير الحاسمة احسنت عمي احسنت صحيح وهذا الجواب وطبعا انا ووالدتي وعمي وحضرة الوكيل كنا ندري بالجواب لكن هاي الامور اللي سدت علينا والمصايب اللي صارت ومن جانب ثاني والدتي اكدت بان خلي اخوانك هم يفكرون بالموضوع الوالد الله يرحمه من كنا ياهل كان يكلمني بصورة رموز الوالدة تذكر حتى هذا النخيل كان حاط عليهن أسامي رمزيات المقصود من هذا كان بأن أروح أفكر أحقق أدور على المطلب واستخرج النتيجة حاسمة طبعا هي كلمة من حروف حاء حافظ ألف أنور سين سراج ميم منير واختنا العزيزه هاله
وهذا الجواب الصحيح اللي حضرة المحامي وعمي ووالدتي كانوا يدرون بالجواب. أحسنت. طبعا أنا صغير هذا الجمع، بس إذا ترخصوني أكثر أوضح. تفضل بعد عمك. يا حاسم يا عشر عيون، عشر عيون هنا عيونكم، جاوبيني، لأن أنت العدو وأنت العون، يعني أنتم الخوان هم تقدرون تصيرون عدوان وهم تقدرون تصيرون عون لبعضكم. وسالفة اللغز يا أستاذ أنور هنا، يعني الموت شنو اللي في العالم بلحظة بدون ريلين ويأخذ الأكو والماكو بدون يدين؟ أسرع من البرق ورمشة عين ما يفرق بين اثنين، ويمر كل الخلق زين وشين. يا حاسم يا معشر عيون، خبريني قبل لا يسدانك وما تسمعين. هنا يقصد الموت، قبل لا الموت يلقاكم انتم كنت تلقون ارواحكم وتعرفون قدر بعضكم. كفو بك. احسن احسن يا جماعة. انا كنت شاك بهذا الجواب. عم طيها ورا انت شاك بالجواب، توك تقول سنتين ما لا، بس كنت شاك شكة بالموت، ماني متأكد. شكة بالموت، واحد تدور بالموت وين ما كان لو كان اي، بس انا كنت شاك. حلوة حلوة حلوة. احسنت احسن جليل. عافية جليل، عافية يمه، الله يخليك. أنا وعلي عمكم قررنا نطرح أسئلة الوصية وحضور المحامي الخاطر تلقون أرواحكم. من بعدها نروح نقرأ الوصية الأصلية. ما عاد هاي ما كانت الوصية الأصلية. هلا أخو. لا والله يما طلعت شاطرة. لوت عسل. جماعة لو سمحتوا لحظة توجهوا لي. تفضل. حضرة المحامي أخذ معك. توكل على الله وغر الوصية. بالبداية أنا أتمنى اللي أديت واجبي المهني كمحامي. مسؤوليتي كانت خطيرة وحساسة بنفس الوقت باتجاه عائلة اللي إلهم فضل برقبتي. هاي المسؤولية حملني إياها المرحوم أبو حافظ، الله يرحمه ويغفر له ويحسن إليه. يرحمه الجير. الله طبعا أبو حافظ مو موجود يعني، لكن حاضر بأعمال الخير اللي سواهن، وأتمنى من الله اللي يكون صدقة جارية إليه. أتمنى لكم الخير بكل أمور دنياكم. رحم الله والديك. احنا منتشكر من عندك، وإن شاء الله نجازيك بالخير وبخدمة. بس موضوع الأخير ضل اللي أتمنى أنتم تمشون على نفس المسير اللي مشاه أبو حافظ، وهذه كانت أمنيتي. إن شاء الله. إن شاء الله. هسا لو سمحوا لي أقرأ الوصية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحال.